الله عليه وسلم. وإذا أضفت إلى هذا، إذا أضفت إلى هذا بارك الله فيك، أن قول الله تبارك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، تعال نرى من ما هو الرجس أصلا. الرجس كما ذكر الرازي وغيره من أهل اللغة، الرجس القدر، وسمي الرجس على المعاصي لأنها أقدار، وسمي لحم الخنزير رجسا لأنه قذر. طيب، وهم يقولون من هذه الآية نأخذ العصمة. نعم، من هذه الآية نأخذ العصمة. طيب العصمة من ماذا؟ هل العصمة من الأقدار؟ قالوا لا، أوسع. أوسع، نعم. من ماذا عصمة؟ قالوا معصومون من الكفر، قلنا نوافقكم. قالوا معصومون من الكبائر، قلنا معكم. قالوا معصومون من الرذائل، قلنا معكم. قالوا معصومون من السهو، قلنا لا لحظة، شنو معصومون من السهو؟ قالوا معصومون من الخطأ. أوف أوف، وش دخل الخطأ والسهو؟ وش دخل هذا في الرجس؟ في الرجس، نعم. فهل إذا أخطأت أنت خطأ فقهيا في مسألة ما، هل يقال أنك فعلت الرجس؟ ما يقال. من يقول هذا؟ أصلا لا تأثم. نعم، لا تأثم إذا أخطأت، إذا اجتهد وأخطأ فله أجر. كيف يكون رجسا؟ كيف يكون رجسا وله فيه أجر؟ كيف يكون رجسا وله فيه أجر؟ فقالوا معصو طهرهم الله من الرجس، أي الخطأ مطلقا. هذا ما أحد يقول به، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، ما أحد يقول بهذا. نحن أولا لا نسلم أن هؤلاء هم الذين طهروا فقط، هذه واحدة. ثم لا نسلم أن التطهير من الرجس المقصود به حتى عدم الخطأ وعدم السهو. من أين أتيتهم؟ الله جل وعلا يقول عن موسى عليه الصلاة والسلام: ونسي حوتهما، آتنا طعامنا. يقول إني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. من القائل؟ يوشع نبي، نبي، وموسى نبي، نسي. الله تبارك وتعالى يقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصدوق قال: الغلاة لعنهم الله ينفون السهو الأئمة، الغلاة لعنهم الله، هكذا يقول. زين، فإذا القضية عقائد جديدة لا يعرفها الأقدمون، وإنما جديدة جاءت وطورت. فإذا لا نسلم بأن الرجس يعني العصمة. طيب،